قبل ما نروح لأهم العناوين والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي النهاردة في الجرايد، الأول نشوف الأخبار اللي معانا بعيدا طبعا عن كرة القدم. مصطفى عسل بيفوز بأول ميدالية أولمبية للنادي الأهلي في الإسكواش. مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للإسكواش حصل على أول ميدالية ذهبية أولمبية للنادي الأهلي في دورة بوينس آيرس الأولمبية للشباب، واللي أقيمت في الأرجنتين في الفترة من 7 ل 12 أكتوبر الجاري. كمان بالنسبة للسباحة، حقق فريق السباحه في النادي الاهلي الفوز بالمركز الاول في منافسات النهارده اول يوم الاول لبطوله بلغاريا الدوليه اللي بتقام خلال الفتره من 12 ل 19 اكتوبر الجاري، والمؤهله طبعا لبطوله العالم للسباحه القصيره. وجت نتائج اولاد النادي الاهلي كالتالي: في منافسات 100 متر حره فاز عبد الرحمن عدنان بالمركز الاول وعمر عيسى بالمركز الثاني. كمان حقق احمد سامح الفوز بالمركز الاول في المرحله العمريه 2004-2005. وفي منافسات البنات فازت ياسمين ممدوح بالمركز الأول وكمان فريدة ثروت بالمركز الثاني. البعثة دي فيها 55 سباح وسباحة من أولاد النادي الأهلي. طيب معانا دلوقتي كابتن وائل عزت من بلغاريا. مساء الفل عليك. منورنا يا كابتن وائل. كابتن وائل رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي، طبعا ببارك لك في البدايه على النتائج الطيبه جدا اللي اداها سباحين وسباحات النادي الاهلي في بطوله بلغاريا. الحمد لله احنا ابتدينا امبارح، كان اول كان ابتدت الصوره بعد الظهر والنهارده في الصبح، ونحن دلوقتي في الفتره المسائيه. انا لحد دلوقتي الحمد لله الاولاد سبعة فضة وسبعة دور، أما البنات عاملين خمس فضة وثلاثة دور. ما شاء الله. كابتن وائل، البطولة دي بتتلعب الصبح تصفيات وبالليل نهائيات؟ لا، هي كلها نهائيات، يعني هي تصفيات نهائية. هي على طول بالأرقام بالأعمار السنية. أنت عارفة حضرتك إحنا بادئين من أعمار 12 سنة لغاية 40. فيها 700 سباح وسباحة، فيها منتخبات، يعني عندنا معانا منتخب صربيا، منتخب مقدونيا، منتخب روسيا، فرق كتير من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا والمانيا فرنسا، بطوله قويه جدا جدا جدا. الحمد لله الولاد كلهم على، يعني زي ما بيقولوا كده، على قلب واحد، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. الف شكر. طيب عايز اسال حضرتك، تتوقع كام سباح وسباحه من عندنا من النادي الاهلي هيوصلوا للبطوله القادمه، بطوله العالم؟ اتوقع كام سباح سامح حضرتك، كام سباح وسباحه ان شاء الله هيتاهلوا لبطوله العالم؟ هو لحد دلوقتي احنا طالعين، لحد دلوقتي طلع عندنا اربع سباحين، ثلاث ولاد وبنت. نتمنى ان احنا ناخد اكبر عدد ان شاء الله من الولاد يتاهلوا لبطوله العالم ان شاء الله بمشيئه الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. دايما كده فريق او فرق السباحه